وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى ووفق قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، أعلن صندوق العمل تمكين عن تقديم دعم استمرارية الأعمال للقطاعات التي أوقفت أعمالها بشكل تام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 3 أشهر اعتبارا من ديسمبر الجاري ولمدة 3 أشهر حتى فبراير 2021، حيث تشمل القطاعات مراكز الألعاب الترفيهية وصالات الأفراح والفعاليات والمناسبات ودور السينما. وأوضح الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الجائحة حفاظا على النمو المستدام. وأضاف الدكتور جناحي أن إسهامات تمكين تمثلت أيضا في توسيع دائرة المستفيدين من الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها، وذلك بدعم سائقي سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال، حيث قد قدم التمكين خلال تلك الفترة الدعم لاستمرارية الأعمال إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر.